اوكي سو معكم يوسف من عرب زمان ماي، واليوم معنا الفايتر خالد وليد لايف من ابو ظبي. مرحبا خالد، زمان عنك يا معلم. الكل الام ام اي فانز بالشرق الاوسط بدهم يعرفوا وين صار لك فتره مختفي. انا صار لي من تقريبا شهر 3 سنه 2012 بلعبت اي مباراه ام ام اي. كان صار انه كان عندي كونتراكت مع سوري بش 2011 كان عندي كونتراكت مع ديزرت فورس وبيخلص كان بشهر 3 28/3 اوكي 2012 سوري 2013 لعبت 2012 بيخلص 2013 وبعدين كان على اساس انه العب على التايتل شوت على البيلت باللايت هيفي ويت وديزرت فورس رجعوا اعادوا البطوله من اول وجديد وما اجاني ارجع العب بشهر 12 بس هالوقت يعني زي ما تقول تأجلت المباراة كان على أساس إنه إجوا قالوا لي بشهر 11 رجعوا بشهر 12 فالتريننج كام تاعي كان جدا يعني مضغوط so I got couple of injuries بالرست my back and my shoulder كان عندي inflammation بالright shoulder يعني وصلت لمرحلة إنه خلاص يعني بروح تدريب ما بقدر اعمل اي سكويز بايدي كتفي بيوجعني ف يعني وصلت لمرحله انه خلص لازم ارتاح اتصلت بديزرت فورس قلت لهم انا مش جاي على الفايت والمشكله اللي هي انه اللي صارت انه يعني ما في اي كان عاقد ما بتعرف حالك يعني انا بشهر 12 ديزرت فورس اعطوني 5 اوبوننتس اوف يعني عندك خيار بين 5 لا اول واحد وافقت ثاني واحد وافقت ثالث واحد وافقت رابع واحد قلت لهم لا بدي الثالث اكتشفت بعدين بلاقي انه بينزلوا الليست انا اللي حلعب مع واحد جديد اللي هو الخامس اوكي قلت لهم يا جماعه يعني انتوا قبل ما تحطوا اي شيء المفروض تخبروني بركي انا ما بدي عمري انه that's what we have يعني يعني صراحة نحن تحمسنا لما سمعنا انه كنا راح نشوفك بالكيج ضد طارق سليمان. هاي كانت وقت فترة الانجريز ولا هذا الكلام بشهر 12 اللي هي اللي كانت راوند 2 وقتها صح. هذا اللي هي بارت 1 بارت 2 اللي هو طارق سليمان انا عقدي اوريدي خالص مع ديزرت فورس من شهر 3 اوكي فأنا يعني ما بعرف ديزرت فورس حطوا اسمي إنه أنا بدي ألعب مع طارق سليمان بس أنا ما عندي عقد معه. أوكي فهمت عليك. أنا I was يعني شوك يعني أنا بس يعني أنا حتى عملت فيديو ووديت لكم إياه. صح. إنه أنا محمد ميرزا approached me in April وبركز على كلمة April only April. يعني أوكي. April طب ما في steps لازم تيجي مثلاً بود contract to finalize my contract اللي ما صارت أعمل البود contract يعني حتى يعني الموضوع كيف صار إنه عم يقول لي طارق سليمان وقتها Desert Force عم يقولوا لي إنه طارق سليمان إنه بعت لهم مسج إنه بدي حدا خالد وليد وأنا I was like يعني أنا قلتها يعني أنا I'm sorry يعني بس قلت ليش عباله إنه ينام مرة تانية بعدين طلعت هيك قلت لاش يعني أنا ما بحب أحمي هالشيء وأنا عن جد بقول لك إن طارق سليمان is one of the best fighters in the Middle East. هو ما بعرف إذا شفت الفايت تاعه ضد صرصر بس أبدع يعني it was ما حطوا I think على ما حطوا صح معك صح ما قدرت أشوفها yes he was one of the best performers that evening يعني for me I يعني I said and when I sit with my يعني بحكيت مع المدرب تاعي Alex Pat قال لي this guy is not easy he knows what he's doing هذا عارف شو عم يسوي يعني مش بيجي انه خلاص انا رايح العب فايت بكون اوريدي حاطط براسه تخطيط يعني واذا بتلاقي بالعربيك ريجن يمكن فيري يعني قلال جدا اللي عم يعملوا اللي طارق سليمان عم يعمل صح اكثريتهم بتلاقي اوكي بروح بلعب فايت اوكي بعرف اضرب
اوبس، بعرف اشوت، بعرف اخذ تيك داون، بعرف اعمل سبرو، بس ما عنده بلان براسه انه الخطه تعطي 1 2 3. يعني انت لما تلعب مع تشوف لاعب طارق سليمان بتعرف انه طارق سليمان عارف شو عم يسوي بالمباراه. نعم. عارف انه الاوبوننت تاعه ضعيف بهالنقطه وقوي بهالنقطه، وعارف هو شو عنده القوه والضعف. ف انا عشان هيك انا يعني كنت مبسوط لانه ان شاء الله تصير. يعني بالاخر يعني هو حتى طارق سليمان قالها انه خالد وليد انه تيك يعني لاعبين من بيلعبوا ستايل واحد ما عندهم ستايل ثاني ولا شيء، بس بالاخر يعني مش انا اللي بحط الاوبوننتس الموجودين قدامي، الاورجنايزيشن الموجوده هي. صحيح. يعني هل هي عندها هاللاعبين فهي تعطيني اياها وانا بوافق او برفض. فبيكون يعني من الاورجنايزيشنز ومني، بس اذا الاورجنايزيشن ما عندها اي لاعبين زياده انا ما فيني يعني اروح لهم جيبوا لي فلان وجيبوا لي فلان. صح. اخر انا فايتر يعني. صح، لا معك حق. كثير من الفانز حابين يشوفوه كمان مرة جوا القفص، وهالمرة بتايتل فايت ضد كراكي اللي فاز التايتل في آخر أيوة تاع اللايت ويت اللي لعب ضد فراس سعادة. وفراس سعادة كان الريبليشمنت تاعي، كان البديل بالضبط. شو رأيك بالسكيلز تاعونه لكراكي؟ هل هو جوجيتسو باك جراوند زيه؟ كراكي يعني زي ما تقول ياخذ ضرب، بس لسه ما شفنا يعني اكتريت يعني ما شفنا غير مباراه واحده مع شو اسمه الشاب الطويل اللي بيلعب باللايت هيفي المغربي عبد العالي ياتشو. يعني عبد العال وصلت لمرحله خلص هيز كنترولينج ذا فايت وخلاص كانت رح تخلص. بعدين كراكي يعني من وين طلع على الهدف، يعني he's good، يعني أنا in my opinion he's good but not super good. حكى محمد حسني الكومنتاتر إنه كراكي بذكره كتير بروكي بالبوا، دائما come from behind، دائما بكون عم بوك القتل بعدين ما بتعرف كيف بس بلاقي طريقة بطلع منها. دائما exciting الفايتس تاعونه. فما بعرف يعني في احتمال تصير، يعني خلينا نفرض انت وجماعه ديزرت فورس اتفقتوا، في احتمال نشوف الفايت هاي. ممكن يعني حتى انا كتبت على اي كومنتد ان ذا بوست اللي حطوه انتو انه بتمنى هالشيء يصير. اذا مش بديزرت فورس ممكن يصير باي اورجانيزيشن ثانيه، ما ضروري تكون على التايتل، ممكن يعني keep the title just see يعني who's better fighter. صراحة بتكون fight كتير كتير حلوة. هلا طب فغير desert force و كاراكي وسليمان هدول، في شيء تاني عم بنطبخ هلا حاليا عندك في fight somewhere on the horizon ولا في هلا زي ما من فترة كان Desert Force Management في دبي. صح. One of my training partners اللي هو المعلق Desert Force عمار قالوا له بدنا خالد مرة تانية. أنا كان مبعت لي عقد exclusive all over the world. أنا ما وافقت على هالشيء وفي كم نقطة بالعقد عم نتناقش فيها. أول شيء كان في رفض بس بعدين صار في يعني مناقشة فيها، إن شاء الله إذا تم الاتفاق بنتم مع ديزرت فورس، إذا ما صار الاتفاق لأنه يعني مفروض على هلأ يعني آخر ست يعني هلأ هالفترة أنا أعرف وين رح ألعب. شهر 12 بشهر 11 بشهر 10 بشهر 9 يعني شوي صعب. عندك هلأ بشهر 12 في الـ ADFC. صح، ADFC 4 مع المانجمنت الجديد بـ ADFC خلينا نكون واضحين اللي هو عماد وعدنان. يعني أعطوني تايتل شوت إذر بالميدل ويت أو باللايت هيفي ويت. أوكي. مع مين؟ لسه ما بعرف. حلو، حلو كتير. لح يكون شخص يعني عماد بروميس لي عدنان بروميس لي إنه لح يكون واحد I told him give me someone where you think this guy will يعني
لحد كل جوجيتسو وايز جراوند وايز رسلينج بوكسينج يعني كيك بوكسينج موي تاي هي كان بيت مي بيقدر يغلبني اعطيني هذا الشخص انا مو بدك يعني بدك فايتر يكون كومبتيتيف يقدر ينافسك يكون هذا اللي عم يطبخ لشهر 12 وفي ان شاء الله بلان ممكن ان شاء الله يكون مبسوط يعني ينبسط العالم العربي عليه على السنه الجايه ان شاء الله اوكي بس هاي هذا لسه توب سيكريت سوبر توب سيكريت طيب جريت تعرف اذا بتلعب على اللايت على سوري على الميدل ويت او على اللايت هيفي اذا راح تلعب ضد سوري يعني اذا بتلعب بي اي دي اف سي 4 فور تايتل راح تكون ضد فايتر عربي ولا برضه لسه ما مش مبين لسه ما بس الاي دي اف سي فيها عرب وفيها اجانب يعني هن ما بدهم يحصروها مشان يعني لا يرفعوا الليفل من العرب يعني انت دائما اذا رح تم تلعب نفس الرجل اللي انت فيها رح توصل لمرحله انت ما حتتطور يعني حتى انا حس ان لما شفت انه الام ام اي اورجانيزيشنز بالريجن هون مش يعني زي ما تقول مش قد المهام يعني يعطيك بيرجع بيغير بيرجع كذا يعني حتى انا رجعت العب كاراتيه يعني ما تميتني بس انه جوجيتسو ام ام اي رجعت العب كاراتيه يعني حتى بطوله هلا في رمضان كان عندنا بطوله رمضان هون شارك فيه شباب انا ما شاركت كان جست يعني مشان الواحد يتعلم يطور من السكيلز تاعته كنت بدي العب بطوله جودو واو اوكي ان شاء الله يلا ان شاء الله برضه بشهر 12 في تايتل فايت بديزرت فورس وزن الميدل ويت اول تايتل ديفنس لهاشم رخاغة ضد محمد فخر الدين شو رايك فيها انت حضرت له كم من كليب لفخر الدين انا حضرت الفايتس تاع فخر الدين اللي هو مع سليمان اذا هاشم فات لعب انا يعني كجوجيتسو وايز هاشم افضل من طارق سليمان صح بس الاكسبلوسيف تاع طارق سليمان هو اللي يعني بيسكر الجاب بطريقه سريعه جدا اوكي وقدر ينزل فخر الدين هيك اذا هاشم بده ينزله بالارض تو كنترول هيم سبمت هيم اي ثينك هي كان دو ذس يعني بسهوله انا ما شفت الجوجيتسو الليفل تاع محمد فخر الدين بس من وراء المباراه تاعته مع طارق سليمان يعني ما حسيت الديفنس تاعه حتى بالرسلينج يعني اي دونت وانت تو ستارت جادجينج فايترز بالاخر يعني انه ام ام ا فايتر اولسو بس يعني هي فخر الدين نيد تو ورك ا لوت ان هيز رسلينج والجوجيتسو ا لوت استعرف عم نكتب هلا ارتكل على الفايت هذا و عم نعمل statistical analysis و break down و number of strikes و هيك أشياء انتبهت إنه فخر الدين كتير dangerous off his back يعني بكل الفايتس تعونه لما منزل على الأرض he does not stop punching he keeps on throwing يعني from every angle he'll throw everything he has فما بعرف this would be interesting يعني but يعني if I was هاشم I'd take him down and I won't stay in his guard أكيد I will go to a north-south position okay from there from zero there punches يعني بتشتغل بس على submission وقتها yeah I believe he يعني هاشم بيقدر يعني يعمل submission بسهولة لأنه ما شفت يعني أنا عم بحكي على اللي أنا شفته بالمباراة ممكن الليفل أوف فخر الدين جوجيتسو وايز يكون أحسن بس هذيك المباراة يعني ما ورجعنا مش كل فايتر بيروح على يوم المباراة يمكن يكون أقوى بني آدم بيروح على يوم المباراة شيء عكر مزاجه وما بتعرف شو إنه ما يكون بالليفل تاعه صح أنا عم بحكي لك على المباراة اللي شفتها مع فخر الدين ضد طارق سليمان ما شفت الفخر الدين اللي الكل بيحكي عنه يعني حتى يعني طارق سليمان اللي هو الغلطة اللي عملها يعني انه هي نزل ايديه هي ستيب باك ورفع راسه صح خلصت المباراة
يعني حتى شفناها باليو اف سي اندرسون سيلفا اخر مره. صح. يعني فوت بوزيشن ميستيكس من اندرسون سيلفا نهت المباراه. صح. يعني لو طارق سليمان اخذ بيج ستيب باك خلاص بليف مي طارق اف ذس فايت هابن اجين 10 مرات فخر الدين ربح واحده اي بليف طارق سليمان بيربح التسعه. نعم. لانه انا برجع بقول لك لا جدا من الشباب اللي عندهم السايت طارق سليمان. يا اكيد على حسب شو بصير مع ما بتعرف ما انت صح. يعني كلهم قالوا اندرسون سيلفا خلاص رح يربح اكيد شفنا شو اللي صار. فهاشم في نزل طارق سليمان اي دونت نو اذا رح تصير 3 جولات ولا 5 جولات ممكن ينزلوا اتوقع رح تصير 5 انا بالنسبه لي لازم تصير 5 صح لانه اذا رح تم 3 الشباب رح بالوطن العربي رح تموا يتمرنوا على 3 ورح تموا الليفل تاعنا هون ارفع الليفل الشباب بيرفعوا حال. صح. طيب جريت خالد شكرا كثير لك وللانسايتس تاعونك ويعني رح نعرف من هون لشهرين تقريبا امتى رح نشوفك كمان مره جوا القفص. تقريبا بعد ما ارجع من تايلاند بكون كل شيء خالص. ممتاز ممتاز. رايحه فايت كامب هناك ولا اجازه المره هاي؟ لا 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 ما في شيء اسمه باكيشن احنا عندنا. رايح في ان شاء الله I have a fight وبعدين I'm going يعني I'm gonna stay there to train until 22nd of August. حلو. وبعدين برجع بعدين يمكن اجي على الاردن عندي 4 5 ايام كمان اتمرن لانه صار لي فتره ما مرنت جوجيتسو بس اعطي كلاسز وبدي ارجع شوي شوي اتمرن يعني I'm coming out of a knee injury. Okay. I was training with the ADFC heavyweight champion شميل at that time. مع أخوه. طبعا okay. لو شايفين شميل كبير شوفوا أخوه. لوح ها؟ لوح. اسم على مسمى. Oh man. طب يعني هلا الني ركبتك يعني بدها عملية ولا بدهاش عملية؟ لا لا لا, لا, لا. بس كان بدها راحة. اوكي. يعني حتى يعني اذا في عملية ان شاء الله ما في ان شاء الله مش بالوطن العربي اكيد. 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 هيدي هي مفروغ من امرها. اي واحد بده يكفي رياضة بالوطن العربي يطلع يعمل عملية برا ويجي. يعني حتى عندك بتشوف مثلا مثل هاشم اللي صارت له صح الاوربيتال هاي اللي انكسرت اللي ما اي ثينك عنده اياها على اليمين اليمين من مباراة ابراهيم الصاوي. صح. يعني اذا ما عرفوا يظبطوه مظبوط ويعطوه زي ما تقول الريكفري المظبوط رح يتموا يعاني منها. صح. فبتمنى يكون هاشم رجع وان شاء الله يرجع 100% ما ترجع تاثر على التريننج كام بتاعه. اكيد. لانه من فتره سمعت انه المفروض كان يوقف 6 اشهر وهلا لا رجع. بتمنى ما تاثر عليه ان شاء الله. ان شاء الله هو فخر الدين يورجونا الليفل العربي المضبوط بال يعني بالذات يعني يعني رح تكون ها مباراه جدا قويه يعني. هلا عندك بالاردن في 3 تايتلز. صح. وبنعرف عندك 1 تايتل. صح. وبالستيج عندك 1 تايتل اللي هو انيس حجاجي. صح. اذا صاروا 2-2 2 بالاردن 2 بلبنان رح تولع اكثر رح تصير كومبيتيشن. صح معك حق معك حق. ان شاء الله يعني بنشوف الشباب استمره بطولات وهيك ان شاء الله. ان شاء الله. خالد شكرا لك كثير كثير ونتمنى نشوفك قريبا جوا الكيج ان شاء الله. جوا الكيج أو بالأردن طبعا. أهلا وسهلا. Thank you لك برو حبيبي. Take care. Ciao. Thanks for the Arab Anytime.